تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. 5 أنواع من النساء يهرب منها الرجال، هل أنت واحدة منهم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. العلاقات الزوجية بتفتقر للتوافق، يعني غالبا نهايتها بتفشل ونسبة الطلاق بتعلى، فلازم نعرف ايه السبب، ايه اللي بيخلي نسبة الطلاق مع انهم في بداية الخطوبة وكده بيبقوا حابين بعض وكده وبعد الجواز بيتطلقوا ليه يعني وبيكرهوا بعض ويبقوا في بينهم صراع ليه؟ ففي 5 انواع من السيدات من الرجالة بتطفش منهم وبتكرههم يعني الصراحة. اول حاجة المرأة اللي غير متفاهمة بينفر منها الرجل، يعني مفيش تفاهم مفيش تفاوض مفيش مرونة في العلاقة الزوجية، فالأمور دي بيكرهها الرجل وبينفر منها، عدم التفاهم. تاني حاجة الراجل ما بيحبش المرأة الدرامية الكئيبة اللي هي على طول كده اكشن، ما عندهاش بتهزر، يعني ما عندهاش روح الدعابة، بتهزر تهزر كده هزار خفيف، يعني مش بقى يعني خلي الأمور الوسط. فهذه المواصفات بالزوجة بتضمن حياة زوجية سعيدة بين الزوجين، اللي هي الدعابة، روح الدعابة، وما تكونش درامية وكئيبة، لان يعني هو جاي من شغله ما كانش بقى بكآبة الدنيا فيها كده وتقعد تحكي له مشاكلها لا يعني لازم يكون في هزار ضحك كده فرفشة، يعني طبعا الراجل بيحب كده جدا. المرأة الغير واثقة من نفسها، المرأة دايما بتشك وبتغير وما عندهاش ثقه في نفسها وشخصيتها كده ضعيفه، طبعا الراجل ما بيحبش كده وكل الناس اللي حواليه كمان مش هيحبوها، يعني ما حدش هيبقى معجب بيها. لازم تكون المراه واثقه في نفسها وبتثق حتى تقدر قيمتها. يعني المراه التي لا يفضلها الرجل هي التي لا تتقبل عيوب الطرف الاخر وتفرض عليه تقبل عيوبها، يعني هي عندها عيوب عايزاه هو يقبلها لكن مش قادره تقبل عيوبه هو، يعني فده طبعا مش مثالي، مش هو ده الصح. يعني احنا كلنا مع بعض لازم نقبل بعض كده، وبعدين يعني يجب يعني نتقبل بعضنا زي ما احنا، زي ما انت فيك اكيد انت برضو فيك عيوب، مش هو بس اللي فيه عيوب، هو في حد كامل يعني؟ فلا يعني في المرأة اللي هي فاكره نفسها ان هي 10/10 وبتطلع عيوب الرجل وبتظهرها له كده طبعا مش هيحبها جدا، يعني لازم المرأة تتغاضى عن خلاص جوزك بقى تعملي ايه، هو لو في عيوب خلاص ما فوتي بقى، ما ينفعش انت ايه تبيني له ان انت يعني لا ان انت 10/10 وما فيكيش اي حاجه وهو يعني اللي فيه عيوبه كده، طبعا الراجل هيطفش منها لازم، لانه على طول بيحس بالنقص من قدامها. 5 حاجه المرأة اللصيقه لازقاله، يعني عايزه تروح وراه في كل حته، رجلها على رجله، يتكلم مثلا في التليفون لازقاله، يخرج ويروح ويجي لازقاله، طبعا ده حاجه تخنق يعني، فطبيعي الراجل هيتضايق وهيطفش منها. يعني اي رجاله بيحب يكون لهم بعض الخصوصيه والراحه يعني. وبعدين خلي بالك في الراجل لما يحس ان انت مديله الخصوصيه دي هيبتدي هو يقول ايه الحكايه، ويبتدي يفكر يا ايه مالها كده، مش يعني ايه اللي في دماغها، يعني مثلا ايه لو انت قدرتي لزقاله خلاص هو عارف ديتك يعني، لكن لما تبقي تتقلي كده وتديله فرصه هو اللي يجي يكلمك، هو اللي يجي يكلمك مش انت تقدري لزقاله، خليه هو يعني كل ممنوع مرغوب، كل ما تبقي انت مثلا يعني مثلا هو عايز زهقان تروحي سايبه قاعده في اوضه الثانيه او طفي في البلكونه او تسيبيه كده لحد هو اللي ما يجي لك، لا يعني مثلا عايز يبقى مع نفسه وعايز يقعد يلعب العاب، عايز يعني يقعد كده يتفرج على حاجه مع هو، في ساعات واحد بيبقى عايز مساحه كده خصوصيه، حتى انت برضو حتى الست برضو عايزه خصوصيه كده يعني فتره كده تبقى قاعده لوحدها، يعني يعني برضو الراجل ما تحبش الراجل يبقى برضو لازق كده هيتزهق برضو، فانت تسيبي له فرصه ما تقعديش بقى ايه قاعده له كده وتعالى رايح فين جاي منين طب انا هاجي معاك، لا سيبيه هو اللي يطلب منك كده، لازم تبقي يعني في مرونه وفي تفاهم وفي ثقة في النفس، يعني ده رأيي. وديت 5 حاجات يعني الرجالة فعلا بتطفش منهم لو العيوب دي لو موجودة في المرأة، يعني ده اللي بيحصل الطلاق بسبب الكلام ده الصراحة. قولوا لي رأيكم ايه، الكلام ده حقيقي ولا لأ؟
وفي حد مر بتجربة زي كده يعني؟ على قولي في التعليقات، وعايز اعرف رأيكم في الموضوع ده. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.